بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من العربان يسأل عن حكم شراء بطاقات الانتخابات وبيعها من قبل بعض المرشحين، يعني وهي الحقيقة الآن ربما صارت ظاهرة وكثر من الناس الشكوى من ذلك. نعم، هذه قضية واضحة. هي الانتخابات، هذه الانتخاب هي عبارة عن شهادة، وهل يجوز أن يبيع الإنسان شهادته؟ لا، هذه قضية محرمة قطعا، فلا يجوز لأحد أن يبيع شهادته بأن يشهد بأن فلان مستحق لأن يكون في المؤسسة الفلانية. هذه أمور يعني لا 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 شك فيها، أن بيعها وشراءها حرام، لا أشك في ذلك. نعم نعم، هو يريد رسالة للمفوضية ربما، يعني كيف تتعامل مع هؤلاء؟ هل يعني يجوز شرعا حرمان هؤلاء المرشحين وحتى من باع؟ نعم، هو بارك الله فيه، لكن هو يظن أن المفوضية تستمع إلى كلامي وإلى كلام أمثالي. لا، نعم، أظن ذلك. نعم، فإحنا لما نتكلم عن قضية الحرام والحلال، نعم، فقد ذكرنا أن هذا محرم. نعم نعم، في سبيل دريهمات هي يعني 4000 أو 3000 أو 2000. نعم، فإذا فكر الإنسان في قضية الممنوع وأن هذا سيعقبه ندم إذا صاحبه فكر في قضية الحلال والحرام. وأما إذا تغاضى عن ذلك وعند سواء يعني اشتراها أو باعها أو لم يفعل ذلك، فهذا يعني لا شك أنه ارتكب حرمة. والأصل في لما نقول هذه القضية حرام يفكر الناس فيها ماليا. كلمة الحرام ليست كلمة هكذا تمر على الأسماء مرة كرام ولا تترتب عليها شيء، وإنما هي تخض الإنسان خضا وتؤثر عليه. نعم.